فينما كيخطب الملك وكيوجه خطاب للشعب الا ان المغاربه كلهم تيفهموا اشنو كيقول الملك. علاش؟ لانه كيتكلم بواحد اللغه عربيه مغربيه سليمه جميله. جوج الناس اللي ما تيفهموش الملك اش كيقول في تقديري، الناس ديال الرباط الحكومه والبرلمان، والناس اللي عندنا هنا في الدار البيضاء المسؤولين ديال الدار البيضاء، هادو جوج الناس ما تيفهموش الملك اشنو كيقول. علاش؟ حيت ملي كنجيو نشوفوا الحصيله ديال الخطب الملكيه من 1999 حتى لدابا تلقاو تقريبا الربع ديال الخطب الملكيه كلها تمحورت وتتركز حول علاقه المغرب مع افريقيا، كلها تركز على العمق الافريقي ديال المغرب، كلها تركز وتدعو الى اعتماد المقاربه الانسانيه والحقوقيه في التعامل مع ماذا؟ التعامل مع قضايا الهجره والمهاجرين وطالبي اللجوء ببلادنا. وهذا البروفيل الذي رسمته الخطب الملكيه على المغرب كبلد يعني انساني وبلد يحتضن الهجره والمهاجرين توجت بماذا؟ توجت بواحد الاشراقه معينه مؤسساتيه الا وهي الاعتراف الافريقي بكون المغرب هو المؤهل ليحتضن ماذا؟ يحتضن المركز او المرصد، عفوا المرصد الافريقي ديال الهجره. يعني ان الملك في هذا الخطاب ديالو في هذه التوجيهات ديالو يعني كيتراسي التيران باش السياسه العموميه المركزيه والمحليه والجهويه تمشي في هذا الاتجاه. لكن للاسف الشديد اللعابه اللي عندنا في التيران ضعاف عيانين، والدليل هو ان هذه اللعابه يعني في التيران ديالهم وفي الجمهور ديالهم وفي الاربيط ديالهم ومع ذلك كيزقلوا في البيلانتيات. اخر بيلانتي اللي تزقل من طرف المسؤولين ديال مدينه الدار البيضاء تحت رعايه الحكومه والبرلمان هي لافير ديال المهاجرين الافارقه في الدار البيضاء. تبعنا كلنا الاحداث الماساويه اللي عاشتها منطقه ولاد زيان، شارع ولاد زيان في مدينه الدار البيضاء، والمواجهات ما بين افراد القوى العموميه والمهاجرين الافارقه يعني الموجودين في وضعيه غير نظاميه. وهذه الوضعيه هذه تسيء لمن؟ تسيء لنا نحن كمغرب. تسيء لمن؟ تسيء لهذا المجهود وهذا الترصيد الذي قمنا به نحن كمغرب طيله 24 سنه، كلشي تضرب لنا في زيرو على اساس ان المغرب ليس بلد يرعى شؤون الناس الذين اختاروا ان ياتوا اليه طلبا للجوء او طلبا للهجره أو فقط كمحطه للعبور. وما يزيد الوضع الما هو انه رئيس الجهه ديال الدار البيضاء السي معزوز راه كان وزير ديال الهجره وطاف على العالم وشاف وخبر المحن وخبر المعاناه ديال المهاجرين من مختلف الجنسيات في الدول. ليس هذا وحسب، بل نحن كمغاربه عندنا 5 مليون ديال المغاربه منتشرين وموزعين ومقيمين في 50 بلد في العالم. صحيح الكونسنتراسيون الكثيره ديال المغاربه كاينه في اوروبا الغربيه، في فرنسا، اسبانيا، طاليان، بلجيكا، هولندا، المانيا الى اخره، ولكن المغاربه راه موزعين على 53 دوله في العالم. كيف ما اننا كمغاربه لا نرضى لاي دوله ولاي سلطه عموميه في العالم ان تسيء لهذوك 5 مليون ديال المغاربه في العالم، يعني لا نرضى لانفسنا ان ننعت باننا لا نحتضن الناس الذين يختارون المغرب للاستقرار او للعبور. علاش؟ حيت كل افريقي كيدخل الى هذه اللحظه التي اتكلم فيها وهذه احصائيات رسميه، كل افريقي كيدخل المغرب 7 ديال المغاربه كيهاجروا نحو اوروبا. اذا الهجره راه ماشي راه مساله ولات يعني ظاهره بنيويه في العالم ولا يجب ان ننزعج منها. فقط يتعين على المسؤولين اللي في الحكومه واللي في البرلمان وفي الجهات وفي العملات وفي المجالس الترابيه ان يهيئوا ويستعدوا لهذه التموجات وايجاد البدائل والاليات والميكانيزمات لمعالجه يعني كل ظاهره من هاد الظواهر. طامته الكبرى هو انه العمده ديال الدار البيضاء نبيله رميل لما خرجت باش تاتت المشهد السياسي على هامش هاد الفواجع اللي عاشتها المدينه بسبب يعني هاد الوضعيه الغير نظاميه ديال هاد المهاجرين الافارقه، يعني حتى واحد ما فهمش شنو بغات تقول في الوقت اللي الحكومه ديالهم والبرلمان ديالهم كان بامكانها تهز التليفون لرئيس الحكومه وتقول الله يخليك صيفط لي واحد اللجنه فيها وزاره الداخليه ووزاره الخارجيه وفيها المجلس ديال الجاليه وفيها مؤسسه الحسن الثاني ديال المهاجرين باش يريحوا معها على الارض ويشرحوا ليها كيفاش يمكن ان تتدبر الوضع لانقاذ ما يمكن انقاذه حتى داك لاكاس ما تكونش كثيره والخسارات تكون قليله. على الاقل هذه اللجينه التي اذا تم يعني تشكيلها ستسمح باجراء واحد الجرد واحد الاحصاء ديال هاد المهاجرين الافارقه اللي كيباتوا في الشوارع ولاد زيان وغيرها. نعرفوا العدد ديالهم على شحال، واش 1000 ولا 1500 ولا 2000، نعرفوا المسارات ديالهم، نعرفوا الجنسيات ديالهم، نعرفوا اللغات ديالهم، ونعرفوا ايضا هل ينوون الذهاب نحو اوروبا ام ينوون الاستقرار في المغرب. حيت لما تتوفر لك المعطيات كمسؤول عمومي محلي ولا وطني كيسهل عليك باش تاخذ القرار. اما ترك هؤلاء الناس يعني بدون اجراءات يعني لمصاحبتهم ومواكبتهم هو فيه اساءه وسبه للمغرب والمغاربه. علاش؟ حيت ولا الصدف الساخره هو ان ولاد زيان جاء مجاور لعمله الفيدا، وهذه عمله الفيدا توجد فيها واحد العدد ديال المؤسسات التعليميه اللي مهجوره ومسدوده ومغلقه بفعل التفريغ الذي عرفته العمله وبفعل التوجه ديال الاباء والاسر نحو التعليم الخصوصي بشكل جعل يعني الحظيره ديال المدارس العموميه تبقى يعني مغلقه. كان بامكان يعني المسؤولين لدى الجهه ولدى الولايه ولدى العمله ولدى البلديه ان يحولوا هذه المدارس العموميه مؤقتا الى مراكز الايواء عبر التعاون مع جمعيات وتمويلهم ودعمهم للتكفل بهؤلاء المهاجرين الغير نظاميين في انتظار ان توجد الحلول البديله. لان هذه الافارقه يعني رغم ان احصائيات غير رسميه موجوده ولكن تقديرا
التقديرات تشير إلى وجود حوالي 2000 أو 2500 مهاجر يعني يبيتوا في الشوارع في الدار البيضاء، بمعنى لا يمثلون حتى 0.07% من مجموع سكان الدار البيضاء. ومن العار أن هذه النسبة الضئيلة تعجز السلطات العمومية المحلية والحكومية عن اتخاذ الإجراءات لإنقاذ وجه مدينة الدار البيضاء من جهة، وإنقاذ صورة وسمعة المغرب من جهة ثانية كبلد يرعى ويراعي يعني المقاربة الإنسانية والحقوقية في تدبير الهجرة.